بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. وعاملين وصفات ظريفه جدا جدا تنفع للمدرسه، سهله قوي قوي وحلوه. في وصفتين منهم بس اللي ايه يعني ممكن يبقوا محتاجين، او وصفه الحقيقه محتاجين نعملها قبليها بالليل يعني، والوصفه الثانيه هتتحمر كده الصبح، والوصفه الثالثه بقى يعني ايه برضو لازم تعمليها قبلها من بالليل، خطيره بس خطيره جدا بقى، تقعد معاكي مده يعني. هقول لكم ايه المقادير، ايه الوصفات. الاول اول حاجه هنعمل الكرواسون جلاش السريع، بدل بقى ما تقعدي بقى تجيبي عجينه وتقعدي مش عارفه ايه، هنعمله بالجلاش. كلنا عندنا جلاش في البيت يعني. هنعمل وصفه لطيفه جدا للكرواسون بالجبنه الرومي، هيعجبك جدا جدا طبعا تكوني عاملاه من قبليها، والصبح بس كده الولاد ياخدوها معاهم المدرسة أو حتى في العشاء، لطيفة جدا. الوصفة التانية هنعمل معمول التمر. احنا متفقين ان التمر والبلح قيمة غذائية خرافية تحفة، والولاد اصلا كمان بنبقى طول الوقت عايزين نديهم بسكوت بالعجوة مش عارفة ايه، فاحنا هنعمل معمول التمر بمقادير بسيطة جدا، كنا عملناه في العيد بس انا حبيت اعمله تاني النهاردة، حاسة ان هو ملائم جدا لاجواء المدرسة. منه بسكوت خفيف كده ومش ناشف، وفي نفس الوقت جواه تمر، فهيبقى حلو قوي. فانت هتبقي محتاجه تعمليه قبليها بيوم مثلا، او مثلا الولاد اجازه جمعه وسبت، فتبقي محضره كميه حلوه من المعمول، وكده كده هو بيقعد معانا مفيش مشكله. فبدل ما الصبح نروح نلف نجيب لهم بسكوت ايه وما اعرفش نعمل لهم ايه، تبقي انت عاملاه في البيت المعمول التمر اللطيف ده، تحطيه لهم معاه او يفطروا بيه الصبح، هيبقى خطير. واخر وصفه هنعمل مقرمشات بالجبنه، وصفه سهله جدا بتدخل الفرن ما فيهاش ابدا اي حاجه. العجينه ممكن تعمليها من بالليل، وعجينه برضو مقاديرها بسيطه خالص، وتحطيها في الثلاجه وتصحي الصبح بس ايه تقطعي منها وتبتدي تحمري، انا اسفه، تقطعي منها وتدخليها في الفرن، هتدخل الفرن في الرف اللي في النص، بتبقى تحفه. عايزه تعمليها من بالليل وتدخليها الفرن والصبح تبقى تمام اوكي، بس اهم حاجه وهي سخنه ما تغطيهاش، سيبيها مكشوفه كده شويه عشان تبقى مقرمشه بس. خلاص يا رب الحلقه تعجبكم. هنقول مقادير اول حاجه الكرواسون الجلاش السريع، الوصفه دي خطيره، كنت انا عملتها من فتره كده، كانت جات لي كده جنونه وبتاع، حتى انا حكيت لكم عن ملابسات هذه الوصفه قد ايه سهله وحلوه جدا. انا معايا لفه جلاش، جلاش عادي خالص. هنحتاج خليط كده ما بين السمنه واللبن، يعني الخليط ده احنا بنتكلم مثلا ايه في معلقه سمنه على معلقه لبن، او لا معلقه السمنه قصادها معلقتين لبن، تمام. الخليط ده هنبتدي هندهن بيه الجلاش من جوه، وهنحط معاه معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام. السمنه واللبن دولت الكميه اللي انت هتحطيهم فيهم هيكونوا مناسبين لكميه الكرواسون اللي انت هتعمليها، فاهمين؟ وهنضيف عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر وبيضه واحده بس، وطبعا ملح وفلفل اسود، وهنخلطهم كويس قوي، وده هيبقى الخليط اللي احنا بندهن بيه رقات الجلاش قبل ما نلفها، تمام. معايا بقى 2 من صفار البيض عليهم شويه لبن، وده علشان ندهن بيه الكرواسون في الاخر بعد ما نلفه عشان ياخد لون حلو، وكمان لما نرش عليه جبنه رومي مبشوره تمسك عليه، تمام. وهنحتاج بقى في الحشوه ممكن نحشي الكرواسون دوت جبنه فتة معاها شويه بقدونس مفروم، او برده نحشيها جبنه رومي، او ما تحشيهاش خالص براحتك خالص، احنا هنحشيه جبنه فتة ظريفه جدا، وهنحط على وشه الجبنه الرومي المبشوره. ومعايا كده مياه غازيه، عارفين اللي هي لونها فاتح دي، هنحتاج منها مثلا معلقه ولا 2 بالكتير. الهدف من المياه الغازيه دي ان احنا هنطرطش بيها بصوابعنا كده او حتى بالمعلقه على الكرواسون من فوق، علشان تعرفين احنا لما بنعمل اي معجنات دايما بنصحكم اول ما بتخرج من الفرن بتبقى بطراطيف صوابعك كده تطرطشي ميه عليها وتغطيها، هتخلي الكرواسون في سنه قرمشه، وفي نفس الوقت ايه طري شويه، ما يبقاش ناشف قوي، ما يبقاش زي الجلاش كده بقى ايه ناشف، لا يديه سنه طراوه. فممكن نطرطش بميه مفيش مشكله، بس لو طرطشتي الطرطشه دي على الكرواسون بعد ما بيستوي بالمياه الغازيه اللي لونها فاتح بتبقى النتيجه احلى بكتير، وبنغطيها بفوطه ولا حاجه لغايه لما ايه يهدى كده شويه دقيقتين ثلاثه، فنلاقيه ايه طري شويه مع سنه القرمشه اللي كده كده بيعملها الجلاش اصلا. فان شاء الله الوصفه تعجبكم. انا كده شرحت كل حاجه بالتفصيل الممل. عايزه اجيب قرمه العجين بقى من هنا كده اهو، ومعايا
سمنه زي ما اتفقنا، خليط السمنه والزيت المقدار بتاعه حسب انت هتدهني قد ايه. فاحنا هنقول هنا مثلا معانا معلقتين كبار من السمنه، عليهم ربع كوبايه من اللبن كده، وهنحط البيكنج باودر وملح وفلفل، ملح فلفل اسود اهو كده، وهنخلط الكلام الحلو ده مع بعضه عشان ده يبقى جاهز ندهن بيه رقات الجلاش. لبن وسمنه وبيكنج باودر وملح وفلفل كده، ومعانا كمان بيضه هنحطها معاهم، بيضه كامله كده بهذا الشكل الظريف. نتاكد كده ان البيضه ايه اتضربت كويس معاهم كده اهو، بس كده. ومعايا الفرشه، تعالي يا فرشه اهو كده علشان ندهن بيها رقات الجلاش. انا بقى معايا الجلاش اهو، افتحه كده، هاخد منه مثلا رقين، تمام، رقين فوق بعض، هعمل لكم واحده كده تشوفوها وتعرفوا انا قصدي ايه اهو. رقين، دول رقين من الجلاش فوق بعض كده، وهاجي بالخلطه اللي انا عملتها دي وادهن كده، ادهن كويس قوي. كده اهو بهذا الشكل الظريف. الرقين اللي فوق بعض دولت هيعملوا لنا ايه، وحده كرواسون كده كبيره حلو. هقول لكم دلوقتي ازاي اهو كده، دهنا حلو اهو عشان الدهان ده هيفرق جدا كده، تمام. هقوم ايه بقى واخداها كده تانياها على بعضها كده، وندهن هنا كمان كده اهو بهذا الشكل الظريف كده اهو. وهاتني تانية كمان كده، تمام. هعمل ايه بقى بعد ما انا تنيت التانيات دي كلها؟ معايا بقى جبنة فتة هنحطها كده. بصوا انا حطها فين، يعني بصوا انا الجلاش بقى عامل كده، هاجي هنا كده انا عايزة الفه مثلث كده، جبنة فتة، ممكن نحط معاها شوية بقدونس لو تحبوا، تبقى جبنة ايه بالبقدونس، تمام. وهنلف الايه الكرواسو كده ونضغط عشان الجبنة ايه تتوغل معانا. استنوا كده اهو، وبالسكينة او بالمقص اهو. بصوا انا لفيت لغاية فين، هتهالنا تاني يا استاذ احمد. بصوا انا لفيت لغايه هنا، هيتبقى الايه الربع ده، هقصه كده او بالسكينه اي حاجه عشان اعمل نفس الحكايه معاه. هنا جبنه اهو، جبنه فته، او زي ما قلنا برضو ممكن نحط جبنه رومي، رشه بقدونس كده اهو، ونلف الايه الكرواسون بالشكل ده اهو، الشكل ده كده يا جماعة اهو. بعمل ايه بقى؟ انا معايا زي ما اتفقنا هنا اتنين صفار بيض مع شوية لبن وملح وفلفل عشان ندهن بيه الكرواسو ده، بس انا عايزة اجيب صينية احطها فيها كده اهو، اتنين صفار بيض مع لبن، وهندهن كده ايه وش الكرواسون كده بالشكل ده اهو. وايه معايا بقى كمان الجبنة الرومي المبشورة هنحطها الوش
كده. كده يا جماعة خطير. فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، بالكتير قوي بنتكلم في 20 دقيقة 25 دقيقة وتبعية. أول ما يخرج من الفرن زي ما اتفقنا معانا المياه الغازية اللي لونها فاتح، ممكن كده ايه بطراطيف صوابعك كده تطرطشي او معلقة كده طياري كده على الكرواسون، وتقومي ايه مغطية بفوطة نظيفة او بغطا عادي اي غطا عندك، صينية مقلوبة مثلا ولا حاجة، وتسيبيه بس كده 5 دقايق ولا 4 دقايق يرتاح. هتلاقيه بقى طري شوية وفي نفس الوقت مقرمش، واحنا طبعا عاملين منه استاذ احمد هيجيب لكم حالا شكله عامل ازاي، بيبقى ظريف جدا يا جماعة، طعم الجبنة جواه حلو قوي، وهو كمان قرمشة الجلاش موجودة مع كمان الطراوة اللي احنا عملناها وغطيناه وهو سخن وطرطشنا عليه المياه الغازية، طعمه بيبقى تحفة ولذيذ جدا. تعملي منه الكمية اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت عايزاها، ويبقى موجود عندك الصبح بقى او في العشاء او بتاع، هيبقى خطير ان شاء الله. تجربوه يعجبكم يا رب، مع كوباية الشاي كده خطير. هنروح فاصل الم اشيائي دي كلها ونرجع نعمل المعمول اللي بالتمر، يجنن، سهل جدا ومقاديره بسيطه خالص، تقدري تعمليه علشان الولاد كده برضو ايه ياكلوا ويستفيدوا بالعجوه، مفيده جدا. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت. هنعمل دلوقتي المعمول بالتمر، سهل جدا جدا ومقاديره بسيطه خالص، زي ما اتفقنا تعمليه قبليها طبعا، والولاد الصبح يفطروا بيه او ياخدوه معاهم المدرسه. سهل جدا، هو معمول التمر يعني بسكوت محشي تمر، فجميل جميل ومغذي وخطير. المقادير بقى معايا: كيلو دقيق، الدقيق اللي احنا محتاجينه في الوصفه دي يكون دقيق بسكوت او دقيق كيك، يا اما يكون مكتوب عليه دقيق كيك او دقيق بسكوت. معايا نص كيلو من السمنه، نص كيلو سمنه، ومن العلبه على طول، مش هنحتاج سمنه ولا سايحه ولا جامده، من العلبه كده يعني بدرجه حراره الغرفه، تمام. معلقه صغيره من البيكنج باودر، كوبايه سكر، كوبايه ميه، كوبايه من شربات الحلويات الخفيف. شربات الحلويات اللي احنا بنعمله العادي بيكون عباره عن ايه؟ عن كوبايه ونص من السكر وكوبايه من الميه، يغلي لمده 6 دقائق على النار مع فانيليا وعصره ليمونه وبس، يهدى ويسقع ويبقى في التلاجة وناخد منه كوبايه بقى، تمام. او ممكن تعملي حاجه تانيه، العسل الابيض التقيل تخففيه بشويه ميه، بس ما يبقاش خفيف، يبقى سمكه في سنه مايل للتقل، ناخد منه كوبايه، فاهمين قصدي؟ ده هينفع. ومعايا طبعا عجوه طريه، احنا بنشتري العجوه والمفروض انها بتبقى طريه، بس انت عشان تسيحيها وتبقى مدياكي نتيجه حلوه وما تنشفش جوه المعمول بتطريها مع زيت وسمنه على النار، ممكن تبقى النار كده تحطي فيها العجوه دي مع معلقه سمنه صغيره ومعلقه زيت وتفضلي تهرسي فيها، هتلاقيها بقت طريه جدا، فتبقى تحفه وانت حطاها جوه اي حشوه بقى، بسكوت او المعمول اللي احنا بنعمله ده او حتى فطاير، هتبقى حلوه قوي. وهنحتاج كمان ايه؟ ولا اي حاجه خلاص، بس كده يعني. لو عايزين تحطوا سمسم او حاجه مع المعمول من فوق مثلا براحتكم، بس انا مش هحط اي حاجه وهستخدم بس كده ايه تقطعه كده او شكل كده بلاستيك نعمل بيه بصامه، بلاستيك نعمل بيه شكل المعمول وبس خلاص. وصفه ظريفه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. احنا بنحتاج في الوصفه دي المضرب الكهربائي، او لو عندك عجان استخدمي العجان مفيش مشكله، انا ما عنديش عجان في البيت وبعمل معظم الحاجات اللي انا بعملها من غير ما بستخدم فيها خالص عجان، لكن انتوا لو عندك عجان اوريدي تقدري تسهلي على نفسك الحكايه دي. انا هنا هستخدم المضرب الكهربائي، نستخدمه في الوصفه. اول حاجه عايزه اعملها السمنه، نص كيلو السمنه ده عايزه اضربه بالمضرب الكهربائي كويس قوي لغايه لما تبقى لونها فاتح وكريمي. ادي المضرب الكهربائي وادي السمنه اهو، نص كيلو سمنه من العلبه على طول كده اهو، وهنضربها.
خلاص يا مضرب، شكرا عشان ما تتعبش مننا. اهو كده بالشكل ده، ونحط كمان كمية من الدقيق كده اهو. الطريقة دي بتخلي المعمول دايب، ما يبقاش ناشف خالص كده اهو. نحط كمان، عايزه اغير بس الجلوفز ده عشان اتقطع مني. ونلبس واحد جديد اهو كده. المفروض ان احنا بنحط بالتدريج الدقيق وكمان الشربات العسل والمية بالسكر، تمام كده. مش هكمل بقيت الدقيق دلوقتي، هعمل حاجة تانية. هاخد المية بالسكر دول هنا كده في بولة، كوباية مية، ياريت تكون دافية علشان تسهل على طول ان احنا ايه ندوب فيها السكر كده اهو. الطريقة بتاعت المعمول دي يا جماعة حلوة قوي، احلى بكتير من اللي احنا بنجيبه من بره، وكمان احلى من اي وصفة ممكن تكوني جربتي فيها المعمول. ما بنحتاجش نحط له خميرة ولا حاجة، بنستخدم البيكنج باودر بس، والوصفة دي هتعجبكم قوي. هاخد المية بالسكر دول احطهم كده تمام كده. هيطريلي العجينة شوية فاعرف احط بقية كمية الدقيق كده. عايزين نحط كمان الشربات اللي احنا اتفقنا عليه كده، نعجن الكلام ده كله كده كويس، ونحط بقى ايه باقي كمية الدقيق ونعجن. العجينة صحيح ما فيهاش خميرة، لكن ده مش معناه ان احنا نشتغل بيها على طول اول ما نعجنها، يفضل ان احنا نسيبها شوية ترتاح. يعني احنا بنتكلم نسيبها ترتاح مثلا، لان هي بصوا بتبقى ايه مش متماسكة قوي، عايزة ترتاح شوية في التلاجة. يعني بنتكلم في نص ساعة مثلا، هتفرق جدا 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 في نجاح المعمول كده. بيطلع يا جماعة ناعم، ويعني البسكوتة بتاعت المعمول نفسها بتبقى طرية في البق بتدوب كده جميلة، وكمان فيها بقى العجوة فبتبقى تحفة. بصوا ده شكل العجينة بيبقى عامل كده، بتلزق سنة، بتاخديها كده بصوا كده اهي، وين ايه نفرغ لها مكان زي ما انتوا شايفين. ومعانا العجوة زي ما قلت لكم، العجوة هتبقى طرية كمان لما نسيحها كده بحتة سمنة وزيت تمام اهو. انا مبططاها مثلا كده، وهحطها جوه المعمول كده اهو، واقفل عليها على قد ما اقدر كده اهو. طبعا لو ريحتيها بقى في التلاجة كمان زي ما بقولك نص ساعة، ولا حتى يا ستي ربع ساعة، هتديكي نتيجة احلى بكتير اهو. ومعايا بقى بصمة، في بقى البصمة البلاستيك دي، وفي حاجات بتبقى خشب واشكال كتير قوي، او حتى ما تبصميهاش خالص مش مشكلة كده اهو اهو، مفيش مشكلة. اي شكل بصامة اعمليه مفيهوش مشكلة ابدا. ادي العجينة بتبقى تحفة، بنرصها في الصينية وفي الفرن درجة حرارة 180 تمام، في الرف اللي في النص. واحنا بنتكلم يا جماعة مثلا في 7-8 دقايق، بالكتير قوي رايحين في 10 دقايق انت هتشوفي شكلها. اول ما تاخد لون خفيف من تحت، ما تستنيش عليها لما تاخد لون كمان من فوق، هتنشف وهيبقى لتحت هيتحرق. فاول ما تاخد لون خفيف من تحت، لو حبيتي تشغلي الشواية وتبقي واقفة كده، واقفة تاخد ها حاجة خفيفة قوي على الوش،
او تطلع لونها فاتح مش مشكله، المهم ان يبقى طعم البسكوت نفسه العجينه نفسها طريه، والمعمول نفسه من جوه كمان بيقطم معاكي مش ناشف وغلس، تحفه. احلى وانجح عجينه تعمليها للمعمول بحشو العجوه وتاكلوها بالف هنا وشفا يا رب. احنا عاملين منه كميه لطيفه اهو، استاذ احمد هيجيبها لكم تفطروا بيها بقى مع كوبايه شاي مع كوبايه نسكافيه، هتبقى ظريفه جدا جدا، ما فيهاش ابدا اي مجهود ولا اي حاجه، خطيره. ان شاء الله تجربوها يا حبايبي وتاكلوها بالف هنا وشفا. هنروح بسرعه جدا لفاصل، الم اشيائي دي كلها ونرجع نعمل مقرمشات ظريفه قوي بعجينه برده سهله جدا، وهتدخل الفرن يبقى طعمها تحفه. تعمليها من بالليل، الولاد ياخدوها معاهم المدرسه الصبح هتعجبهم قوي. خليكم معانا بعد الفاصل. انا جيت هنعمل اخر وصفه في الحلقه النهارده، ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنعمل المقرمشات بالجبنه، وصفه حلوه جدا وسهله جدا، ان شاء الله تعجبكم قوي. تعملوها بسيطه خالص، ما فيهاش ابدا اي حاجه، عجينه تافهه جدا هنعملها وهندخلها الفرن. عباره عن ايه بقى؟ انا معايا نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه زبده، زبده ما تكونش جامده يعني طريه شويه بدرجه حراره الجو كده، تمام. نص كوبايه اللي هي 100 جرام، وهنحتاج معاها 100 جرام من الدقيق يعني نص كوبايه دقيق، تمام. نص كوبايه زبده ونص كوبايه دقيق. معايا جبنه الشيدر مبشوره، تمام، عايزه تستبدليها بالجبنه الرومي هتنفع وهتبقى حلوه جدا. معايا صفار بيضه واحده بس، صفار، ملح وفلفل اسود. معايا شويه توابل مشكله، ممكن التوابل الايطاليه اللي هو بيبقى الريحان والروزماري والزعتر مثلا، او اي توابل تانية مشكله مثلا زي الكاري مثلا، لو حطيتيها يعمل طعم برضو ظريف. او كفايه ما تحطيش اي توابل غير البصل الباودر والثوم الباودر اللي احنا اوريدي كده كده هنحطهم، هيبقى برضو ظريف مفيش مشكله. وبس خلاص. تاني، نص كوبايه زبده 100 جرام، نص كوبايه دقيق 100 جرام، جبنه مبشوره من الشيدر او الرومي، صفار بيضه، ملح وفلفل اسود، توم باودر وبصل باودر، واي توابل مشكله عندك او بلاش براحتك. بس كده خلاص، هي دي العجينه. شفتوا مفيش ابدا اسهل من كده. هنجيب بوله كده اهو، ونحط فيها الدقيق والزبده كده، ونفرك ايه الدقيق مع الزبده كده على قد ما نقدر كده اهو. بهذا الشكل الظريف. انا عايزه ايه الزبده تتفرك تماما مع ايه مع الدقيق. كده اهو كده اهو. كده كله بالايد كده، ولا هتحتاجي بقى مضرب ولا بتاع، بايدك كده على طول نخلص العجينه كده. بصوا انا فركت، شكل العجينه اختلف ازاي لما اتفركت مع الزبده. هنحط بقى صفار البيضه اهو، البصل الباودر والثوم الباودر، تمام، ومعنا شويه من التوابل الايطاليه كده حطيها، ملح وفلفل، ملح وفلفل كده، وكمان الجبنه المبشوره بس كده، جبنه شيدر مبشوره. ونعجن الكلام ده كله كده في بعضه. هو ده كده العجينه اللي انا بقول لكم عليها، بس كده. وهنفردها في صينيه ولا في طبق ولا في اي حاجه، في قرمه مثلا، بس انا بلمها كده علشان نقطعها شكل مثلثات او شكل مربعات زي ما انت عايزه. بصي اهو خلاص اهي عملت معانا عجينه خطيره اهي، هي دي العجينه، تمام.
عايزه تريحيها شويه اوكي تشتغلي بيها على طول مفيش مشكله. انا بس ايه عايزه اجيب السكينه واغير الجلوفزات عشان اوريكم ازاي هقطعها. نقطعها شكل مربعات او مثلثات بتبقى جميله جدا. ومعايا شاليمو كده شاليمو تخينه علشان نعمل فيها اخرام في العجينه نفسها يبقى شكلها حلو قوي. هوريكم حالا دلوقتي ازاي كده. الم بس كده اشيائي كده اهو ونجيب صينيه فرن وكمان نجيب السكينه. تعالي يا سكينه اهي السكينه تمام. واخد العجينه الحلوه دي هنا على القرمه كده وهنفردها. افردها كده بايدي مثلا او ممكن بالنشابه زي ما انتوا عايزين. ممكن بالنشابه النشابه الزغنونه دي كده اهو. كده عايزين لها رش الدقيق النشابة دي. نفركها كده فرك الدقيق فما تلزقش لزقت برضو. شكرا يا نشابة يا نشابة احنا في الحلقة. طب يعني اعملي الحركات دي في البيت مش في الحلقة حاجة يعني. كده اهو وبالسكينة بقى احنا ممكن نقطع الاطراف دي كده مش عايزينها يبقى نرجع نعجنها تاني كده. عشان بس نعمل شكل كده منمق تمام. وزي ما قلت لكم ممكن نقطعها مربعات كده او ممكن نقطعها مثلثات. مثلثات ازاي كده وكده 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 فاهمين قصدي وكده. هنلاقيها شكل ايه مثلث كده. ومعايا الشاليمو عارفينها اللي هي بتبقى التخينه دي بتبقى ظريفه ان احنا نعمل فتحات كده في العجينه. بصوا هتهلنا يا استاذ احمد لو سمحت. ايوه كده مثلا تعمل شكل حلو قوي للبسكوتات اللطيفه المقرمشه اللي بطعم الجبنه دي كده. وبنحطها في صينيه الفرن وفرن سخن درجه حراره 180 وندخلهم اهو كده اهو. بتبقى بسكوتات كده مقرمشه نشيلها نحطها في الصينيه كده اهو سواء اذا كانت مربعه او مثلثه زي ما انتم شايفين كده اهو. خطيره. بعد ما بتستوي بتبقى طعم الجبنه فيها وفيها سن الدوبان كده لان العجينه نفسها مفروكه بالزبده بتبقى تحفه. هي عاملين احنا منها طبق كبير اهو استاذ احمد هيجيبه لكم. تتغمس بقى مع جبنه كريمي تتاكل كده لوحدها قرمشه بتبقى جميله جدا. منها مقرمشه زي البسكوت وفي نفس الوقت مالحه واخده ذوبان كده خطير يعني حلوه جدا جدا. هتعجب الولاد قوي ولو اكلوا منها في المدرسه هتعجبهم جدا جدا ان شاء الله. احنا خلصنا الحلقه النهارده يا رب تكون عجبتكم. عملنا اول وصفه مع بعض الكرواسون الجلاش. وصفه سهله جدا استخدمنا فيها رقات الجلاش بخلطه بسيطه وقدرنا نعمل كرواسون ظريف بحشو الجبنه الفته والبقدونس ورشينا عليه من فوق جبنه رومي وطعمه يا جماعه خطير. والوصفه الثانيه عملنا المعمول بالتمر احلى وانجح وصفه لعجينه المعمول بسيطه جدا ما فيهاش ابدا اي حاجه والعجوه فيها تجنن خطيره. يعني احنا المعموليه نفسها العجوه احنا عندنا هنا كام واحده العجوه باظه منها كده. دي مثلا حته عجوه اهو وهنا من قدام برضو العجوه باينه. انتوا بقى ممكن تخبوا العجوه كمان هتبقى احلى يعني تستخدموه تبقى مدارين العجوه اكتر هتبقى احلى بس طعم البسكوته نفسها خطير. واخر وصفه عملنا مقرمشات الجبنه
برضو عجينة بسيطة جدا من الدقيق والزبدة، وعجناها بالتوابل كده والجبنة الشدر المبشورة زي ما شفتوا. فظيعة، سهلة جدا جدا وخطيرة، إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. اتفرجوا عليا من يوم الثلاث ليوم الجمعة الساعة 1 الظهر على قناة النهار. باي باي.